في هذه الجلسة، وننتقل إلى القطاع المكلف بالنقل. مرحبا السيد كاتب الدولة. سؤال عن غياب النقل المدرسي في العالم القروي للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الدستوري. تفضلوا، من سيطرح السؤال؟ التجمع الدستوري، لا أحد. تفضلوا. ياك ديال النقل المدرسي؟ واش ديال النقل المدرسي السيد الرئيس؟ السيدة الوزيرة، تعاني ساكنة المناطق القروية خصوصا منها الفتيات والتلاميذ من مشكل النقل المدرسي، لذا نسألكم السيد الوزير، هل من تدابير عملية لحل هذا الإشكال؟ تفضلوا السيد الوزير. مرحبا. مرحبا، تفضلوا. النائب هضر على السيدة الوزيرة، ما عرفتش واش طرح السؤال الوزير المعني ولا لا، ولا راه أنا هو. إذا شكرا السيدة الرئيس، شكرا السيد النائب. وبالفعل النقل المدرسي سواء كان لحساب الغير ولا الحساب الخاص يخضع لإضافات وتحملات اللي هي مبسطة، واللي تنحاولوا من خلالها نوفروا للمستثمرين الذاتيين وأيضا المقاولات، وحتى الجمعيات ديال الآباء اللي عندها الإمكانية إذا توفرت بها الشروط على أنها تقوم بهذا النقل المدرسي في العالم القروي. وتعلم السيد النائب على أنه اختصاصات اليوم اللي جات في القوانين التنظيمية أعطتها الصلاحية للمجالس العمالات والأقاليم، هي التي تدبر من الآن مصاعدا من صدور القانون التنظيمي النقل المدرسي بالعالم القروي. شكرا. تعقيب السيد النائب، تفضلوا. السيد الوزير على هذا الجواب، ولكن السيد الوزير احنا دابا عندنا الجماعة ديال سيدي يعقوب تقريبا كنوفروا 150 مليون سنتيم السيد الوزير النقل المدرسي كل سنة. السيد الوزير هذا الشيء اللي كتقول ديال المجالس الإقليمية، عندنا جوج خشيناهم المبادرة الوطنية من المجلس الجماعي، وحدة عطاتها لنا الجهة، وحدة عطاتها لنا لا فونداسيون ديال لو سي بي. دابا حنا عندنا الشتات في المنطقة 64 دوار، عندي 600 تلميذ كتقرا في الليسي، عندي ما يزيد على 1500 طالب في الثانوية ديال الخوارزمي، كلهم كيلتحقوا بهذه المؤسسة السيد الوزير. وحنا دايرين دابا اتفاقيه مع جمعيه هي اللي كتسير هذا النقل المدرسي ديال هاد ارباب النقل، راه غير الخطاف، راه ما كاينش حد اخر زعما مقنن ولا شي حاجه، وهما اللي كنخلصوا لهم على عبر الجمعيه. السيد الوزير بغيناكم تشوفوا لنا هاد الافات تحلوا لنا السيد الوزير، وشكرا. هل هناك تعقيب اضافي؟ ردكم على تعقيب السيد الوزير. الرئيس هو السيد النائب، نحن نقدر بان هناك بالفعل خصائص في المجال ديال النقل المدرسي في العالم القروي، لكن هو القانون تيحدد الاختصاصات. انا لا يمكن ان يطلب مني في الوزاره على انني نقوم بواحد العمل اللي هو ماشي من الاختصاص ديالي. انا اليوم اللي ممكن ندير هو انه بالفعل نيسروا المساطر للحصول على مثل هذه الرخص ديال النقل المدرسي، اننا ندعموا الجمعيات وخاصه الجمعيات ديال المجتمع المدني اللي مرتبطه بجمعيات الاباء وغيرها، واننا بالفعل نتعاونوا في اطار شراكه مع المجالس اللي عندها هذا الاختصاص اللي هي مجالس العمالات والمجالس ديال الاقاليم، على اساس اننا في اطار الشراكات ممكن اننا بالفعل يكون عندنا واحد الدعم من نوع خاص باش نيسروا هذا المجال ديال النقل المدرسي في العالم القروي. شكرا. السؤال الموالي سؤال عن انتظار لساعات بمراكز الفحص التقني للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. تفضل السيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، فريق العدالة والتنمية يسائلكم عن انتظار لساعات بمراكز الفحص التقني. شكرا. تفضل السيد الوزير جواب. سيد الرئيس، سيد النائب المحترم، المراكز ديال الفحص التقني تتخضع لواحد المسطرة ديال العرض والطلب، وبالفعل اليوم في اطار انا من جيت للوزاره في 2013 كان عندنا حوالي 235 مركز ديال الفحص للسيد النائب، اليوم رحنا في 425 اللي هي خدامه، وواحد 25 اللي هي في طور الانجاز عند الرخص، بما اننا وصلوا 450 زائد 100% خلال هذه الخمس سنوات. ثلاثه ديال الطلبات العروض طلبنا 330 مركز، حنا عرضناهم ما جاتنا الا 170، بمعنى 50% ديال الاستجابه. اليوم عندنا 5% ديال المراكز على الصعيد الوطني اللي عندها 100% ديال الملء، وعندنا النسبه ديال الملء على الصعيد الوطني في حدود 65%، بمعنى الثلثين، بمعنى كاين واحد الثلث اللي مازال فارغ، كاين عديد من الاكتظاظ في بعض المدن على داك الشيء عوض ما نفتحوا. في 2016 كان اخر طلبات العروض، مشينا عوض ما نطلبوا
نفتحوا مراكز هنا في الدار البيضاء والروض فين غتلقى الارض في وسط فغادي نفتحوا خطوط فقط. ابيل دور اللي درناه في دجنبر 2017 طلبنا تقريبا واحد 130 خط جديد باش تفتح، ما جاونا غير 70 اللي عطيناها. اذا كاين الطلب من واحد الجهه على بعض الخطوط، الحكومه تقوم بما يلزم من فتح طلبات العروض، ولكن الاستثمار لحد الان لا يواكب. شكرا. تعقيب السيد النائب، تفضلوا السيد النائب المحترم. شكرا السيد الرئيس. السيد كاتب الدوله المحترم، لا يمكن ان اجادل فيما تقوم به وزارتكم من مجهودات كبيره لاجل تجويد هذه المراكز التي تعتبر الضامن الاول للسلامه، غير ان مشكل الاكتظاظ بمراكز الفحص التقني للسيارات يعرف ازدياد مضطرده خلال السنوات الاخيره، كون حظيره السيارات ببلادنا عرفت ارتفاعا والتي لا تتماشى مع دفتر التحملات الجديد الذي يلزمها بعدم تجاوز 20 سيارة في اليوم من الحجم الصغير و13 من الحجم الكبير لكل مركز. السيد كاتب الدولة، إن دفتر التحملات هذا لم ينصف العالم القروي ولم يراعي فيه التقليص من الفوارق المجالية، بحيث تسجل بهذه المراكز أعلى نسبة اكتظاظ تجبر الوافدين على الانتظار لأيام بدل الساعات كما هو مسجل بالمدن، مما يترتب عنه تعطيل مصالح أصحاب العربات ويكون الخاسر الأكبر هو المواطن، وتسجل عليهم المخالفات الناتجة عن هذا التأخير التي هو في غنى عنها. كما أن هذه المراكز متواجدة بالعالم القروي غالبا ما تكون بالمراكز الكبرى التي تربط عددا كبيرا من الجماعات الترابية المحيطة بها، كما هو الشأن للمركز الوحيد بقرية بوا محمد الذي يعرف إقبالا كبيرا لعدد العربات والتي توافدوا عليه من 10 جماعات مجاورة، خصوصا بعد إغلاق مركز الفحص التقني الثاني وتحويله إلى مدينة أخرى. لذا السيد كاتب الدولة، نقترح عليكم فتح المجال في وجه الاستثمار عوض الاقتصار على النظام المعمول به حاليا، أي طلب العروض، ثم القيام بافتحاص دوري لهذه المراكز والقيام بتكوين العاملين بها لأجل تحقيق الجودة والحكامة اللازمتين. شكرا. هل هناك تعقيب إضافي؟ لا. إذن فيما تبقى لكم من الوقت السيد كاتب. سيد رئيس، هو السيد النائب المحترم، حنا يمكن نقول من القطاعات القليله اللي دارت الافتحاص لجميع مراكز الفحص التقني على الصعيد الوطني، الجميع بدون استثناء. لا يمكن لاي مركز لان عنده سيستم تنخدموا بالسيستم داكشي مباشر تيكون بالمباشر انه يدوز 25 وهو عنده غير 20، ما يمكنش، السيستم ما تيقبلش. ثم انه هذا الشيء اللي تكلمت عليه ديال المجال القروي، في اخر طلبات العروض ديال 2016 تقريبا 70% ديال الطلبات اللي عطينا مشاو للمجالات الخاصة. شكرا. شكرا السيد كاتب الدولة على حسن مساعدة.